طب يا دكتور، حضرتك ممكن تكلمنا عن العوامل المؤثرة على الصادرات المصرية كل عام، وإزاي بتتم دراسة هذه العوامل؟ طبعا العامل اللي بنقول اهم العوامل التصديريه، اللي طبعا في جزء شق يخص المنتج المصري نفسه في حد ذاته، ودي طبعا بتكلفات مباشره من سياده الرئيس. النهارده بقى في التزام بمعايير الجوده والمواصفات العالميه اوروبيه وامريكيه، لكن شيء مهم جدا ان يبقى المنتج المصري لديه القدره التنافسيه، عشان بنقول ان هو يحتل او يبقى فيه قدره للمنافسيه لكافه اسواق العالم، لابد من اتباع هذه الضوابط، والحمد لله تم تطبيقها بالفعل على كافه المنتجات المصريه. خلينا نقول بقى ان في يعني عوامل اخرى في الداخل المصري، وهي كانت عوامل محفزه للمنتج المصري وللصناعات الوطنيه. النهارده الدوله بتدعم الصناعه الوطنيه. خلينا نقول ان كان في الفتره الماضيه ازمات ما زالت مستمره، بدايه من جائحه كورونا، مرورا بالازمه الروسيه الاوكرانيه، الشرق الاوسط وما يحدث فيه، كل هذه الازمات تسببت على مستوى الاقتصاد العالمي الى تضرر سلاسل الانتاج والتوريد. فشفنا توجه للاعتماد على الذات لتعظيم الاستفاده من المكون المحلي، كانت محتاجه الامور الى دعم من الحكومه للقطاع المصدرين، ويمكن زي قلنا المبادرات العديده اللي اطلقها سياده الرئيس سواء التحفيزيه او رد اعباء تصديريه. خلينا نقول برضه نوضح للناس ان رد الاعباء التصديريه كان بيتم للمصدر على مدى زمني من 4 سنين ل5 سنين، النهارده بيتم في نفس السنه الماليه. ويمكن الدوله في الموازنه الجديده وضعت 23 مليار لرد اعباء مستحقه للمصدرين، هيتم تنفيذها بدايه من شهر يونيو القادم. فاعتقد النهارده بنتكلم ده خطوات مهمه جدا، ان احنا بندعم المصدر بنعطيه السيوله اللازمه في يده ليتمكن من رفع مستوى جوده منتجه لزياده العماله. يمكن عشان كده بنقول الدوله المصريه قدرت تحافظ على نسبه العماله ومؤشرات البطاله في مسارها النزولي. النهارده مؤشر البطاله في مصر كنا في 2013 قربنا من ال 14%، النهارده في 24 بنتكلم على 6.7%. ده ما كانش هيحدث بدون الخوض بشكل كبير وجدي في زياده المشروعات، سواء المشروعات العامه او المشروعات التابعه للقطاع الخاص والقطاع الاستثماري، واللي بنشوف اثارها النهارده في تحسين في مؤشرات الاقتصاديه الكليه، تحسن في زياده الانتاج النهارده باثر بشكل كبير على زياده المعروض الداخلي، اثر بشكل كبير على الاكتفاء المحلي من المنتجات اللي بيتم تصنيعها داخليا، وبالتالي اتجهنا الى التصدير عن طريق الفائض. فكل هذه الامور طبعا بتقول هي منظومه متكامله اشتغلت عليها الدوله المصريه داخليا وخارجيا، ادت في الاخر ان احنا بقى عندنا اكتفاء ذاتي، يعني طريقنا للاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي، وبالاضافه الى طبعا زياده نسبه الصادرات اللي احنا بنستهدف الفتره القادمه، او الدوله المصريه بتستهدف زيادتها بنسب يعني مضطرده خلال الفتره القادمه باذن الله.